مرحبا، أنا مس قسم من فيكتوريا كوليج سكول، مدرسة كلية فيكتوريا. اليوم عنا حصة ماث كلاس. رح نبدأ بالدرس الثاني positive and negative numbers، الأعداد الموجبة والسالبة. الأول بدخل أحكي لكم مثال تخلوا دائما براسكم عشان تفهموا شو معنى الأعداد السالبة. تمام؟ تخيل حالك أنت رحت على السوبر ماركت معك دينار واحد، 1 جردانيان دينار. رحت على السوبر ماركت بدك تشتري شوكولاتة، اشتريت شوكولاتة طلع حقها دينارين مش دينار، 2 جردانيان دينار. شو السوبر ماركت بحكي لك؟ معلش عمو خد الشوكولاتة بس بيضل عليك دين اللي هو قد ايه؟ دينار. فانت تكون اخذت الشوكولاتة بس عليك ماينس 1. تمام؟ هاي مقدمة للأعداد السلبية السالبة. رح نتعلم هلا على خط الأعداد كيف نميز بين الأعداد السالبة والموجبة ونعرف مين الأكبر ومين الأصغر. قبل هيك في عنا أمثلة من الطبيعة زي البيسمنت، إذا بتطلعوا بالإليفاتر بالمصعد تكبسوا ماينس 1، وين بنزل فيكم؟ تحت الأرض. إذا اعتبرنا الأرض 0 ننزل احنا على البيسمنت اللي هي البيسمنت فلور، طابق تحت الارض، يكون مكتوب عليه ماينس 1 بالاسانسير بالاليفيتر. نكبس عليه ننزل تحت الارض طابق 1 معناته ماينس 1. هذا برضه مثال على الاعداد السالبه. تمام؟ بالاول تطلعوا على خط الاعداد هنا. اذا اعتبرنا الزيرو هو المرجع تبعنا، في عندي أرقام بعد الزيرو على خط اليمين، كل ما بمشي لليمين 1 2 3 4 5. في أرقام قبل الزيرو يعني بدي أمشي للشمال، -1 -2 -3 -4 -5. عندي خط الأعداد كل ما بمشي لليمين increasing. شو يعني increasing؟ بزداد، زيادة بصير عندي. من 0 بطلع ل 1، بطلع ل 2، بطلع ل 3، ل 4، ل 5، زي كأني بطلع درج 1 2 3 4 5، بزيد. تمام؟ إذا بدي أمشي على خط الأعداد للشمال معناته أنا بروح decreasing، بصير في نقصان. 0 بننزل لتحت، -1 -2 -3 -4 -5، يعني أنا عم بنزل. معناته اللي على اليمين أكبر من اللي على الشمال بغض النظر عن الرقم، يعني -2 أصغر من 1 -1 -1 أكبر من -2 بغض النظر. ليش؟ لأنه في إشارة الماينس جنبه. تمام؟ وإذا بدي أقارن بين مثلا -2 و4، 4 أكبر طبعا. ليه؟ أصلاً كل ما بمشي لليمين عم بزيد بخط الأعداد، فالأربعة أكبر من سالب 2، 4 is greater than minus 2. تمام؟ نعيد مرة تانية، كل ما بمشي لليمين بخط الأعداد، إذا اعتبرت الزيرو هي نقطة المرجع اللي بدي أمشي عليها، كل ما بمشي لليمين بيصير في عندي زيادة increasing. إذا بدي أمشي للشمال من الزيرو وتحت نحكيها بصير في نقصان decreasing، -1 -2 -3 -5. ممكن يجي عندك ماينس يعني سالب نص. تمام؟ ماينس سالب النص أصغر أكبر من السالب 1. تمام؟ فخلوا خط الأعداد دائما براسكم، ومثال السوبر ماركت إن أنا إذا رحت معيش على الأد وصاحب الدكان دايني بيصير علي دين ماينس. تمام؟ في عندي هون اكزامبل، هذا خط الأعداد. which bigger أو which greater، -3 or 1؟ think about it. 1 اللي جاي على اليمين بعد الزيرو is greater than -3. نيجي على خط الأعداد الثاني، which greater
70 or minus 5. طيب 70 بعد الزيرو والخط رايح لليمين increasing عم بزداد، معناته 70 is greater than minus 5. كيفش minus 5 قبل الزيرو، كل ما بروح من الزيرو للشمال بصير decreasing بنقص. طيب عندي هون exercises use اللي هي الساين تبعت الجريتر اور الساين تبعت السمولر الاصغر في الدائرة بالسيركل الموجودة هنا. 314 greater or smaller than minus 937. طبعا الجواب 314 is bigger than minus 937, right? Minus 2 bigger or smaller than minus quarter. أكيد الماينس ربع أكبر حيكون من minus 2. ليه؟ خط الأعداد موجود موقع هون. تمام؟ Third one, 5 bigger or smaller than minus 100. 5 is greater than minus 100. 0 is bigger or smaller than minus 79. 0 is greater than 79. 0 طبعا أكبر من minus 79. احنا عم نمشي من الزيرو للشمال decreasing. طلقوا تدربوا وحطوا ارقام من عندكم وقارنوا وتذكروا خط الاعداد، تذكروا مثال السوبر ماركت، ما بيصير عندكم غلبة، انتو شطرين. يعطيكم العافية.